وبأول فقراتنا لليوم بصباحكم غير من بلودان، أكيد هاي المنطقة الجميلة، مين منا وما له ذكريات بتخص هذا المكان؟ مين منا ما بيفتح ألبوم صوره الفوتوغراف وحتى الموبايل ما بيلاقي صورة لإله ولرفقاته لأهله جيرانه، وخاصة أيام الشتي؟ شو نرمين؟ أكيد لك تجارب هون. كلنا لنا تجارب وقت كنا صغار بالشتي وحتى بالصيف، يعني هي رئة دمشق مثل ما بنقول عنا، وإذا بدنا نروح هيك على الطبيعة بالصيف ونهرب من الشوبات دائما الوجهه بتكون على بلودان عم تكون بالصيف. حتى بالشتي ورغم انخفاض الشديد لدرجات الحراره بهي المنطقه بتلاقي فيها على طول على طول الحياه شغاله فيها. اليوم لنحكي اكثر عن الواقع الخدمي ببلودان وكيف عم بيكون السياح والزوار، وخاصه نحن اليوم عم نتعافى من 10 11 سنوات من الحرب، اليوم نحن بمرحله تعافي وشفاء، واللي خبرنا اكثر عن هذا الواقع حيكون ضيفنا لليوم المهندس اكرم الخوري وهو رئيس بلديه بلودان. يسعد لي صباحك. يسعد صباحكم يا ميت، اهلا وسهلا فيكم. اهلين اهلا صباحك واهلا وسهلا فيك. نورتونا بلودان أكرم. اول شيء نحن يعني ضيوفكم اليوم. الله يخليك، انتم اهل البلد كمان، وبلودان بتمتاز باشياء كثيره، واهم امتيازات بلودان هي زوارها اللي بيجوا لها، وخاصه الدمشقيين، يعني الدمشقيين هن بينوروا بلودان دائما باذن الله. بلودان مثل ما شفتوا، مثل ما بتعرفوا، مثل ما هلا هالسهل قدامنا كله اخضر باخضر، ومو اخضر بس، يعني مزروع من 20 سنه ومن 30 من 100 سنه تقريبا، واكثر من 70 سنه 80 سنه، وهو عم هالاشجار هي عمرها وحلوه يعني كلياتها. بيبقى عندنا مثلا مشان الامور الخدميه، نحن دائما بنتفق نحن وكل البلديات تبع بلديات المنطقه، بنتفق نحن وياهم، وبيكون على اتفاق وعلى تنافس كمان من اجل انه نقدم قد ما بنقدر خدمات صيفا وشتاء. بالشتاء حلوه المنافسه اليوم، بغاية التطور ومنافسه ايجابيه ابدا. اي نعم، وبنتباهى فيها نحن كمان كلياتنا رؤساء البلديات بالمنطقه هون كلياتنا. واكثر شيء يعني في رؤساء البلديات او كادر البلديات بتعذب شوي بالشتويه مشان يامن مرور كل الناس ويطلعوا للجبال بوسط الثلج وتجريف الثلوج، يعني هي احلى مظهر واحلى منظر بيكون بالشتويه. وبالصيف مثل ما انكم كمان شايفين هلا حاليا بتلاقوا هالعالم كلياتها عم تيجي وكلهم مبسوطين. بلودان بتمتاز عن كمان عن كل القرى اللي حدها والبلدات انه فيها مطاعم كثير، فيها منشآت سياحيه كثيره، والدوله كمان عم توفر لنا كل اللي بتقدر عليه دائما من حيث الخدمات للمنشآت السياحيه، بتأمين المحروقات وتأمين كل ما يلزم، عم يتأمن لبلودان باذن الله الحمد لله. يعني استاذ اكرم، رح نمشي هيك خطوه خطوه بالنقط يلي ذكرتهم. دائما لما نحكي عن الطبيعه وبلودان فبيهم الناس الخضار والغطاء النباتي يلي موجود. خلينا هيك بالبدايه نحكي عن جهودكم اليوم، اول شيء لنحافظ على هي الطبيعه الحلوه واكيد نزيد يعني هي المظاهر الطبيعيه والبيئيه جميله. هلا هي اول شيء بلودان تمتاز باشجارها اللي فيها فاكهه، واكثر شيء التفاح، التفاح، وفي نوع من التفاح السكري، بس هذا مع الاسف بده خدمه كثير، ما عم يزداد، عم ينقص، بل عم ينقص، يعني بيجي بداله التفاح الكبير الجولدن. ليش عم ينقص اليوم هذا الموسم؟ بده خدمه كثير هو، وهو ما انه موجود غير ببلودان، بس ببلودان. بس اليوم التفاح البلوداني معروف دائما. ذكرياتنا من زمان نحن كنا ناكل شيء تفاح اسمه الزبداني، بنقله بالعاميه، هو عباره عن مصاص معلق فيه تفاحه صغيره وفيه هيك ماده سكريه، كان اسمه تفاح زبداني. فهذا ما بيرجع لأليكم. هي لانه منطقه الزبداني بتشمل كل القرى اللي حواليها، بس نحن ببلودان بنظن كمان انه بلودان هي ام القرى اللي حواليها، كل بلده يعني لها امتياز خاص بتكون هي فيها. يعني نحن بالنسبه لنا لبلودان هلا هذا التفاح اهم شيء، بيبقى بعدين هلا ازدهرت بلودان اكثر باشجار كمان الصنوبر هلا حاليا والارز، وصار هلا في جهود خاصه وجهود مع البلديه كمان بزراعه جبال بلودان، وكان كمان في من فتره من شيء 30 سنه تقريبا تم زراعه تقريبا شيء مساحة كبيرة، يعني جبلين من بلودان، الجبل الشرقي والجبل الشمالي، تم زراعتهم بأشجار الصنوبر، وهلا كبروا صاروا حلوين كثير كثير كمان، وعم يزيدوا خضار على بلودان. أكيد. والأشجار اللوز اليوم نحن أشجار في تسمية طبعاً. هيك قديمة إنه هي كمان بلد اللوز، كمان بلد بقيت هي الثروة أو قلت؟ والله عم تقل كمان مع الأسف هي أشجار اللوز.
لانه صار في منافسه لها بسهول، مثلا سهول حلب ان شاء الله، الله يعمر حلب كمان يعني. كل المدن السوريه حلوه، بس في اماكن بتبقى سهله شوي، الزراعه اسهل فيها بتكون. بلودان لانها جبليه فزراعتها صعبه، بس وقت بيطلع الاشياء اللي بتطلع بالاماكن الصعبه بتبقى مميزه يعني، بتبقى حلوه كثير، وخاصة وقت بيقعد الإنسان، بيجوا الضيوف دمشقيين أكثر شيء كمان، بيقعدوا بين الخضير وبين جداول المياه، هاي كثير حلوة، كثير كثير حلوة. مثل ما قلتوا أنتم كمان وقت كنا صغار كمان نطلع على ينابيع كثيرة عندنا ببلودان، نبع عين حزير طبعاً هون نحن بنبع أبو زاد، في ينابيع كثيرة ببلودان يعني كلياتهم حلوين كمان. يعني يلي بيزور هاي المنطقة وخصوصاً إذا كان مغترب شايف كثير يمكن أماكن نعم. سياحية مرتبة نعم. ومنظمة، أو حتى يعني نحن السكان لما بنروح على هاي المناطق بنقول لسه بعد خام السياحة عندنا، يعني مثلاً من زمان كثير وأنا بسمع عن تلفريك كان يعني ممكن يصير بهاي المنطقة. والله هلا عم نسعى البلدية ومع وزارة السياحة والمحافظة عم نسعى بأنه يصير أجمل تلفريك، لا بلبنان ولا بدول تانية يعني، إن شاء الله بيصير، إن شاء الله يصير ببلودان يعني. كلهم عم يسعوا معنا ولحتى يصيروا في منطقة مأمنة بمنطقة الصخور بجبل الشقيف، والشقيف كلمة سريانية، أنا من جبعدين قالوا لي إياها أنه كلمة سريانية هي معناتها الصخور، شقيفة الصخور يعني معناتها، وهون في عنا جبل كله صخر حلو كتير 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 حلو. اي نعم ان شاء الله هيك بنشوفه على طول العمراني بهمة رجاله اكيد وبمتابعة وجود زوارة كمان، اكثر شيء هو اللي بنشط المواقع ببلودان هو الزوار. طيب عم نحكي كونك ذكرت حضرتك نعم. سيد اكرم الزوار، خلينا نحكي عن واقع السياحه لليوم. نحن عم نعرف انه نحن مرقنا ضمن ازمه نعم. صار فيها خلينا نقول شلل للحركه السياحيه ضمن المناطق الاصطيافيه في سوريا نعم. اليوم بلشنا او تعافينا نحن بنهايه هيك تحضيرات لنرجع من جديد نحيي هدول المناطق، خبرنا اليوم كيف عم يكون هذا الواقع؟ هلا اول ما فتحت بلودان بعد الازمه، وبلودان اول بلده فتحت بعد الازمه وكانت عم تستقبل يعني، حتى بقلب الازمه كانت عم تستقبل يعني اللي بيطلعوا لها يعني. وبلودان صار فيها مهرجانات اول شيء، وتطورت اكثر بنتيجه المهرجانات كمان ببلودان، مهرجان غنائي يعني يكون وفني وكل ما يلزم كان بفندق بلودان الكبير. وهو مميزة كمان بلودان بفندقها، فندق بلودان الكبير يعني موجود فيها، مميزة فيها وفيها. فمن وقتها وبلشت العالم تطلع، والحمد لله نحن في عنا دليل لازدياد السياحة هو الطلب إلى البناء، فكتير عالم عم يطلبوا أنه يشيدوا بناء، ومعناتها السياحة زايدة. ومثل ما كل الناس بتعرف انه كل واحد بدمشق او بسوريا بحب يقضي ايام الفرصه تبعه او ايام العطله تبعه يوم الجمعه خاصه ويوم السبت عم يطلعوا لهون. وبالصيف هلا نحن الحمد لله اغلب البيوت تم استئجارها يعني، وفي بالفنادق كلياتهم كمان فيهم زوار كثير، والحمد لله يعني بلودان عمرانه بوجودكم كمان يعني ان شاء الله. يعني هلا موسم السياحه فينا نقول بعد انتهاء الشهادات التعليم الاساسي والثانوي كل الناس لتغير جو فعبلودان فورا، خصوصا سكان دمشق. خلينا نحكي عن الخدمات يلي اليوم عم تتقدم بهي المدينه السياحيه بامتياز بعد الحرب، هل جميع الاماكن السياحيه اليوم صارت مؤهله لاستقبال الزوار؟ هلا نحن بالنسبه لبلودان اول شيء بنحب نذكر بالنسبه للمياه ببلودان بالمية البلديه يعني مية مؤسسه العامه للمياه الشرب والصرف الصحي، بهي المياه عندنا ببلودان كثير نقيه وكثير اللي مأمنه للبيوت يعني، وكثير موجوده دائما الحمد لله يعني، مميزه بلودان بهالخدمه هاي. بيبقى عندنا بالنسبه ل اول ما بيجي السائح بده يشوف وجه حضاري، بده يشوف النظافه، نظافة أهم شيء. فما بعرف أنتوا شفتوا يمكن بلودان يعني الطرق الكذا كلياتها، بيبقى عنا أنه مثلا نحن نرجو من خلال منبركم كمان هلأ يعني أنه يكون لكل سوريا كمان مو بس لبلودان، أنه أنا مثلا بدي أشرب سيجارة ما زدتها بالطريق، بدي فضي علبة دخان ما زدته بالطريق، أي قطعة ورق ما زدتها، نكون نحن ذاتنا بس نطلع للدول الأجنبية بنصير من نلتزم هون من ثقافي. احنا اليوم
اليوم بحاجة لثقافة ومنرجو من كل الناس كمان بكل سوريا مو بس ببلودان، يعني هي بيساعد كتير بتساعد. أستاذ أكرم خلينا هيك بس نضل عند هي النقطة كتير مهمة هي اللي عم نحكي عنها. دائما لما نحكي عن الثقافة المجتمعية وللأسف غياب الثقافة المجتمعية بما يخص أمور النظافة، إذا بنطلع سيران بنلاقي للأسف إنه بعض الأشخاص ما بيلتزموا أو كتار للأسف ما بيلتزموا بهي القواعد. اليوم المبادرات الأهلية اللي عم تكون يعني كل منطقة بتوقع أنتم هيك بالبلدية لازم يكون لها قواعد، يمكن عندكم صلاحيات أنه أنتم تنشطوا هذا الموضوع أكثر بالمبادرات الأهلية بالمجتمع الأهلي، عم تقوموا بهي الخطوات لتفعل هي الثقافة؟ نحن هلا أول شيء هلا عملنا مناشير من أجل أنه يتم النظافة، ويصير تقريبا كمان مثل ما كانت دمشق قبل الأزمة، كان في صناديق نحط فيها الزجاج، صناديق نحط فيها البطاريات، صناديق هلا كمان ببلودان راح ان شاء الله انه هيك عملنا مناشير وعم نجهز الامور هاي كمان مشان تصير. يعني النظافه اهم شيء والتوعيه موجوده ان شاء الله هلا، وببلودان عم يلتزموا. وفي عندنا كمان شغله ثانيه كمان هلا بسبب ازدياد اسعار العلف تبع الماشيه، فنحن كمان شو في خضره من المطاعم عم ندور ناخذها نحن من المطاعم نعطيها لمربي المواشي ومجانا، وهن كمان عم يتساعدوا معنا يعني عم يشوا يلموا معنا ونحن بنوفرها هاي بدل ما تروح على القمامه كمان نتعب فيها بالقمامه والتدوير تدوير القمامه كمان ايه. وان شاء الله انه كل الناس يصيروا بعدين انه تصير امور سهله. انا بالنسبه لي بالبيت انا بالبيت هيك عم بلتزم كثير وحتى عودت اهل بيتي كلياتهم اول شيء بالاول صعبه بس بعدين بتعودوا عليها وهن بصيروا يقولوا لي وهن بصيروا كذا هيك دائما بصير بتعاقب بجوز اليوم انت اذا هيك في قانون النظافه عندنا قانون نظافه الحمد لله تسهو عن بعض الملاحظات في قانون نظافه كمان بيؤدي انه اذا واحد استهتر يعاقب مثل ما تفضلتي. فهلا نحن شوي ما عم يعني كل سوريا ما عم نمشي بقانون نظافه بالمحاسبه، بس لازم نمشي ولازم نسوي سوريا افضل من اي دوله اجنبيه كمان اكيد. استاذ اليوم نحن مثل ما عم نتعامل ضمن بيتنا مفروض اليوم نحن خارج المنزل نكون بنفس الطبيعه. ذكرت حضرتك نقطه كثير مهمه وهي دور المجتمعات الاهليه كونكم عم تساعدوا اللي عندهم مواشي وهدول القصص، كثير حلو اليوم بالظروف يلي عم نعيشها دور المجتمعات الاهليه، اليوم من خلال تواجدك معنا اذا حبينا هيك نذكر اسماء موجوده ضمن بلودان لكل حدا عم يشوفنا، اماكن تاريخيه واماكن سياحيه، بنبلش من مغاره موسى. ايه هلا مغاره موسى هي مغاره مو مغاره طبيعيه، مغاره صناعيه من صنع الانسان. جدودنا يعني أجدادهم لأصحاب المغارة أجدادهم كانوا يحفروا الرمل، هذا الرمل كان مميز كان مزار، حتى مع الأسف يعني الفرنسيين كانوا ياخذوا هذا الرمل المزار. في أحدهم قال لي قال لي أنا بتذكر يعني قال لي هيك هو كان كبير بالعمر وقال لي قال لي مرة أخذت لمهندس أخذت له رمل من غير مكان، قال له أبدا هذا ما بقبله رفضه بده رمل من محل هاي المغارة هاي يعني اللي هلأ صارت اسمها مغارة موسى. فبعدين أحد الأبناء شافها هيك حلوة كتير وهي حلوة كمان بأنه كان فيها تفكير هندسي، يعني اللي يحفروا ويخلوا مثل أعمدة هيك مثل هرم بكل مثلا 10 متر أو كل 15 متر مشان يضل ساند السقف يعني ما يقع السقف كله بعدين للأتربة كلياتها وكلياتها يعني اللي بشوف بيقول قديش الإنسان اشتغل. يعني منحوتة قطعة رمل بقطعة رمل قطعة رمل بقطعة رمل كلياتها بتنحت لحتى تصير رمل وبعدين بيعبوها كانوا أجلكم يعبوها بالسراج ويحطوها على ظهر الدابة ويبيعوها بهيك بهالشكل. أي بعدين تطورت وصارت هو كمان نحت فيها منحوتات ونحت فيها موسى مثل يمكن يعني احد الفنانين اللي كانوا نحت وقت بيقول له انطق ايها الحجر ايوه هي هي وكمان عاملين له ايده كمان كاثرينها شوي مشان انه يبين مثل نفس التمثال القديم يعني. والمناطق الاثريه ببلودان في عنا اكثر منطقه اثريه في بلودان اسمها دير يونان بقمه جبل بلودان فوق ونحن من شيء قبل الازمه طلعت بعثة استكشافية من مديرية الآثار وكنت أنا معهم أطلع أنا وكانوا نلم التراب من الأرض ونغرب له بالغرابيل ويطلع معنا فلوس ويطلع معنا مسامير ويطلع ذكريات معنا اليوم كان في ثروات موجودة بقلب الرمل وبقلب الزجاج الناعم حتى نعم. يعني وجردت هاي جردت وهي موجودة بالآثار والمتاحف
وهي وجد بالستينات وجد تمثال برونزي من إله الخمر إلى إله الحب وموجود بالمتحف الوطني هلأ. هو هذا بيدل على أنه بلودان أثرية. أكيد. كمان مثل الزبداني. الزبداني نفس الشيء كمان فيها أثار، بس أنه بلودان، وهي كانت يمكن كانوا يعملوا هالمنطقة الأثرية العالية هي مشان يشوفوا الغزو إذا إجا الغزو. هي قبل الميلاد كمان كانت يعني مشان يعملوا إشارات لبعضهم بالنار، إشارات بالنار ليعملوا من جبل لجبل مشان يهيئوا حالهم وهيئوا أنفسهم. وهي هي منطقة، وإذا بتطلعوا عليها كمان أحجارها كثير منحوتة ودير كبير كثير كثير كان في فوق موجود. أكيد إحنا اليوم بعد حلقتنا حنكون بهيك زيارة لبعض الأماكن القريبة. اليوم بلودان بحاجة لحلقات كثيرة لنحكي عن جمالها وصحرا وعفويتها. أكيد سيد أكرم بدي أتشكر حضورك لليوم. شكرا لكم يا ميت، أهلا وسهلا فيكم.